أخبار اليوم. نعم حياة عبد المنعم. حاجة حضرتك النهارده عشان تنتخبي ولا عشان عشان انتخب لاولاد بلدي ولمصر، وعشان مصر تبقى حلوة، وعايزين الناس كلها تبقى حلوة، وعايزين الناس تبقى قادرة في ايدين بعضيها، وعايزينكم عايزين الدنيا كلها تبقى حلوة. حب مصر نعمل اي حاجه، نرمي نفسنا في البحر. طيب انت شايفه بقى البرنامج الجديد ده وانت متفائله بيه ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يخلي لنا الرئيس ويخلي لنا اللي طالعين وراه يا رب.